طيب، والشهادة دي عندها شروط. بعض العلماء قالوا عندها 7 شروط شهادة أن لا إله إلا الله. مرة كنا في الداخلية هنا، داخلية أم درمان هنا معروفة، واحد من الطلبة طوالي بناغشنا بنتكلم في التوحيد، هو بيتضايق. فيوم لقيته شغال درس قال لهم أحكام قضاء الحاجة، شروط قضاء الحاجة 14. يعني عشان انت تقضي الحاجة في 14 شرط أو شيء تراعيه. قلت له لا إله إلا الله، أصل الدين كله أو أساس الدين عندها 7 شروط، وتلقى كثير من المسلمين ما حافظين الشروط دي لكن مطبقينها، ما يلزموا يحفظوها. يعني احنا هنا نقول لأي مسلم إلا تسمع السبعة دي، في ناس هسي السبعة موجودة فيهم لكن ما حافظينها، ديل موحدين ومقبولين عند الله سبحانه وتعالى. في زول ما بيعرف لك شروط واجبات هنا، بس بيعرف لك الله أمر بالتوحيد عقيدتي في الله، تقول له شروط لا إله إلا الله يقول لك والله ما عارفها، لكن كذا يقول لنا واحد العلم أن تعلم أنه لا إله إلا الله ولك الحمد لله إذا عارفنا. 2 المحبة، تحب الله سبحانه وتعالى وتحب الكلمة دي لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقول لك هاي بنحب الله كيف يا أخي، نحب التوحيد. 3 اليقين اللي ضد الشك، يقول لك أيوة نحن عندنا يقين ما عندنا شك، أفي الله شك؟ ما في شك. 4 الصدق، لما تقول لا إله إلا الله تكون صادق، وكيف يا أخي بنقول بيا صدق يعني ده أنك تضيف فيها. 5 الإخلاص، ولك أيوة مخلصين لله تعالى، نحن الله براو وحده ولا شريك. 6 القبول، ما ترد الأشياء اللي بتجي في الدين، ما تردها ما تردها، تقبل الدين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولك كيف يا أخي بنقبل الدين وبنحب الدين وبنقبل التوحيد. 7 الانقياد، قبلت تنقاد لهذه الكلمة، يقول لك كيف يا أخي بننقاد للتوحيد وللدين، تقول له قولها يقول لك ما حافظة، لكن 7 فيهم ده موحد، ده موحد. في علماء قالوا 8 شروط، وقالوا 8 الكفر بما سوى الله سبحانه وتعالى، ودي داخل ضمنا في الإخلاص. في بعضهم قال 9 وزاد القول، قال القول لأنه قال، بعضهم قال لأنه أبا طالب ما قال لا إله إلا الله مع أنه كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد إلى آخره من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان بيقول له يا عماه، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما قال ما قال. لكن الكلام ده ما لا داعي له، لأنه قد لا يقول العبد هذه الكلمة لسبب من الأسباب، قد لا يقولها لسبب من الأسباب بأن يكون مكرها إلى آخره. لكن المؤمن ينطق بها، ينطق بلا إله إلا الله، ما في مؤمن ما بقول لا إله إلا الله، ما في. في التشهد يوحد الله سبحانه وتعالى، في الصلاة يوحد الله يقول إياك نعبد وإياك شنو وإياك نستعين. ولأن الله أمر بالقول فقال قولوا آمنا بالله، قولوا، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال عن بعض الناس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مع أن الجحود كما قال الفيروز أبادي قال هو إنكار الحق مع العلم به، تزول البنكر الحق مع علم به. المهم دي 7 شروط واضحة، والناس الحمد لله المؤمن منهم توجد فيه هذه الشروط، نفصل فيها في وقت آخر إن شاء الله تعالى.